بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في مستهل هذا اللقاء الجديد في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي محاضرات التلاوة. ونبدأ معكم إن شاء الله تعالى من حيث انتهت الحصة الماضية، وذلك من الآية 11 من 11 من سورة النور. ومعي اليوم القاري أب والأحمد والقاري الشيباني والسيد المصطف، وفي البداية سيقرأني هذه الآيات بقراءة نافع من روايتيها، وبرواية ورش أولا مع القارئ أب، ثم برواية قارون مع القارئ الشيباني والسيد المصطف. بعدها إن شاء الله تعالى نبدأ في ذكر ما تضمنت الآيات من خلاف بين السبعة، وعلى بركة الله تعالى نبدأ معك القارئ أب بقراءة هذه الآيات برواية ورش من طريق الأزرق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا وبالإفك عصبة منكم إن الذين جاءوا وبالإفك عصبة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. بارك الله فيك أحبة. نتحول إليك القارئ الشيباني يتقرأ لنا هذه الآيات برواية ورش، وإن شاء الله تعالى ستقرأ أيضا في ختام الحلقة بهذه الآيات بإحدى الروايات. الآن تقرأ برواية قارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. بارك الله فيك. ولولا فضل الله عليكم، فتبدأ هذه الآيات أو يبدأ ما فيها من خلاف عند قوله تعالى عليكم ورحمته، فهذه من مجمع وتقرأ بالصلة لابن كثير واللي قالون على أحد وجهه عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ثم يأتي قوله تعالى إن الذين جاءوا، فتقرأ ممالة لحمزة ولابن ذكوان. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله وكيف الثلاثي غير زاغت بماض أمل خاب خافوا طاب ضاقت فتجملا وحاق زاغ شاء جاء وزاد هز وجاء ابن ذكوان وفي شاء وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميل. فذكر رحمه الله تعالى أن جاء وجاءوا بصيغة الماضي تقرأ بالإمالة لحمزة ولابن ذكوان. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أما غيرهما فقرأ بالفتح إن الذين جاءوا بالإفك. إذا وقفنا عليها اضطرارا لحمزة فنقف بتسهيل الهمزة. كذلك أيضا في قوله تعالى عصبة في بالإفك فنقرأ بنقل الحركة لورش ولحمزة أيضا الأوجه المعروفة الوقف بالنقل السكت لخلف السكت لهما أي لخلف ولخلاد على حمزة. كذلك أيضا عصبة منكم في حال وقفنا على عصبة فللكساء أيضا ما يعرف بالإمالة قبلها التأنيث عصبة منكم. كذلك أيضا منكم تتكرر من مجمع فنقرأ بالصلة لابن كثير وقولا واحدا واللي قالوا بالوجهين. كذلك في قوله تعالى لا تحسبوه نقرأ بالكسر هكذا لا تحسبوه شرا لكم لنافع ولابن كثير ولأبي عمرو البصري وللكسائي. فهؤلاء الأربعة من السبعة قرأوا بالكسر أي بكسر السين، ولذلك أشار الشاطبي بقوله ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولم يرزق قياسا موصلا. لا تحسبوه شرا لكم هذه قراءة الثلاثة قراءة الثلاثة الباقين الشامي وعاصم وحمزة. أما أهل سماء والكسائي فقرأوا بالكسر ويحسب كسر السين مستقبلا أي ما كان، وهذا في سورة البقرة فالشاطبي ذكر هذا في سورة البقرة في أول كلمة وردت وقال ويحسب كسر السين مستقبلا سماء رضاه أي ما كان في القرآن منها، فيقرأ بالكسر لأهل سماء لا تحسبوا شرا لكم وللكسائي سماء رضاه ولم يرسل قياسا موصلا. الباقون قرأوا لا تحسبوه شرا لكم وهم الشامي وعاصم وحمزة. كذلك أيضا في قوله تعالى لكم بل هو لكم من مجمع تكررت وحكمها متضح بل هو خير لكم الترقيق لورش في الراء والتفخيم لغيره خير لكم وطبعا الإضغام التام من طريق الشاطبية للجميع لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم امرئ منهم الهمزة في حال الوقف
امري لحمزة ولكل امرئ منهم وهشام يوافقه في الهمز المتطرف جميعا. ويقول هشام ما تطرف مسهلا. إذا لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. كذلك أيضا الإثم تقاس على بالإفك فتقرأ بالتقييد المذكور لورش ولحمزة. والذي تولى الفتح للجمهور والإمالة لورش وتعني التقليل لورش والإمالة الكبرى لحمزة والكسائي. والذي تولى كبره كذلك أيضا كبره نقرأ الراء بالترقيق لورش وتفخم لغيره. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. منهم من الجمع. ثم نتجاوز إلى الآية الموالية وهي قوله تعالى لولا إذ سمعتموه. فنقرأ بالمد بالقصر قولا واحدا أي بالقصر المنفصل لولا إذ سمعتموه لابن كثير وللسوسي. هذا فيما يتعلق بالمد. ونقرأ بالوجهين للدوري وقالون ونمد لغيرهم إشباعا. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إشباعا لورش ولحمزة. والباقون لهم المد لهم المد في هذا المد لولا إذ سمعتموه. كذلك أيضا ندغم السين هنا نظهر السين يعني لنافع ولابن كثير ولعاصم. ولذلك أشار الشاطبي بقوله فإظهارها أجرى دوام نسيمها فذكر إذ والحروف التي تدغم فيها كما فعل بقد وتاء التأنيث فتاء الأحرف ثم أتبعها بذكر الأحرف التي تدغم فيها. فمثلا يقول دونك فيها عم يتمشت زينب صال دلها سمية جمال واصلا من توصل. فهذه الحروف يعني الذال ذال إذ أو يعني ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث تدغم في الأحرف التي ذكرت. التاء في الذال في التاء مثلا وفي الزاء وفي الصاد وفي الدال وفي السين وفي الجيم هذا تضام فيه ذال إذ. نعم تضام ذال إذ في هذه الأحرف وتظهر فيها الإظهار. بعضهم أي بعض القراء قراء مظهرا وبعضهم أدغم لولا إذ سمعتموه. والذين أظهروا هم النافع من روايتيه قالون ورش وابن كثير من روايته البزي وقنبل وعاصم من روايتيه شعبة وحفص. فإظهارها أجرى دوام نسيمها وأظهر ريا قوله واصف جلا. وأظهر معهم الكسائي إذا كانت قبل الجيم إذ جعل ريا قوله كذلك أيضا وأظهر خلاد وأظهر ريا قوله واصف جلا. الكسائي وخلاد عن حمزة أظهر إذ قبل الجيم وأظهر ريا قوله واصف جلا. ثم ذكر أن خلف عن حمزة إدغام في الدال والتاء كواصل التوم دره و أظهر موافقا لنافع وأصحابه بقية أظهر إذ في بقية الحروف وضام أظن كان واصل فضام فقط في الدال والتاء. ثم ذكر أن ابن ذكوان إدغام في الدال فقط وأظهر في البقية وضام أظن كان واصل توم دره وإدغام ولن وجده دائم
إذن فيها القراءتان لولا إذ سمعتموه، لولا إذ سمعتموه، واتضح من قرأ هذه الذال من السبعة بالإظهار ومن ضامها. لولا إذ سمعتموه، لولا إذ سمعتموه. كذلك أيضا فيها هاء الضمير فتقرأ بالصلة لابن كثير، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الصلة لابن كثير في هاء الضمير والقصر لغيره. كذلك في قوله تعالى ظن المؤمنون نقرأ بالإبدال لورش وللسوسي، ويوافقهما حمزة حال الوقف يقف مبدلا الهمزة المؤمنون. كذلك أيضا في قوله والمؤمنات، أما إذا كان في إذا كان حال الصلة، أما في حال الصلة فيقرأ بالتحقيق ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. في قوله تعالى بأنفسهم نقرأ بالصلة ميم الجمع بأنفسهم خيرا لابن كثير ولقالون، فيها ما ذكرنا خيرا ترقق الراء لورش تفخم وتفخم لغيره. وقالوا هذا إفك مبين، المد الإشباع طبعا لورش ولحمزة وليهما عاصم والكسائي، والقصر قولا واحدا قلنا لابن كثير وللسوسي عن أبي عمرو، والمد يعني والوجهان لقالون عن نافع وللدوري عن أبي عمرو. وقالوا هذا إفك مبين، تنتهي الآية. ومبين لولا جاءوا أو لولا جاءوا القراءتان. فإذا وصلنا الآية بما بعدها إفك مبين لولا جاءوا عليه، فنقرأ بإدغام التنوين للسبعة من طريق الشاطبية مبين لولا. ما إذا وقفنا فالأمر واضح، مبين لولا جاءوا، وجاءوا فيها ما ذكرنا. وفي قوله تعالى عليه نقرأ بالصلة لابن كثير، عليه بأربعة شهداء، والقصر لغيره. أما الوقف فيتفق الجميع على وقفها بالإسكان. وما في الروم والإشمام فيقول الشاطبي وفي الهاء الإضمار قوم نبوهما، وفي الهاء الإضمار قوم نبوهما، ومن قبله ضم والكسر مثلاء، وما هما واو وياء، وبعضهم يرى لهما في كل حال محللة، يعني الوقف بالروم والإشمام على هاء الضمير. وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما، وألف التثنية ثم يرجع للروم والإشمام. فذكر رحمه الله تعالى أن بعض أهل الفن منع إدخال الروم والإشمام على هاء الضمير، وذكر أن البعض أدخل الإشمام يعني الإشارة عفوا الذي يتكلم عليه هو الإشمام والروم، فذكر أن الإشمام والروم يدخلان هاء الضمير، أي فيوقف على هاء الضمير بالروم وبالإشمام، وذكر هذا للبعض. وذكر للبعض أيضا أن الروم والإشمام لا يدخلان إطلاقا في هاء الضمير، ولهذا قال وفي الهاء الإضمار قوم نبوهما، ثم قال ومن قبله ضم، يعني هاء الضمير إذا كان قبله الضم والكسر، من قبله ضم والكسر والثلاء أماهما، أو إذا كان قبلهما واو أو ياء، أو أماهما واو وياء، وبعضهم أي بعض أهل الفن يرى لهما في كل حال محللة، يرى إدخال الروم والإشمام في هاء الضمير وفي غيره، وبعضهم يرى لهما في كل حال محللة. بأربعة لا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وعلى طبعا فللتنبيه الروم والإشمام يدخلان هاء الضمير إذا كانت تتوفر فيه الشروط المعروفة، وإشمام مطبق الشهيب وعيد ما يسكن لا صوت هناك فعلهما في الضم، يعني فعلهما في الضم والرفع وارد، ورمهما في الجر والكسر وصل،
ولم يرهما بفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعمل. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. كذلك أيضا ندغم للسوسي التاء هنا في الشين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هكذا بأربعة شهداء. فالإدغام في التاء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، بأربعة شهداء، طبعا العين تبقى على الفتح، بأربعة شهداء هكذا. وغيره قرأ بالإظهار، وهذا من طريق الشاطبي، أما هو من طريق الطيب فقرأ بالإظهار كغيره، فله يعني له القراءة بالإظهار. كذلك أيضا شهداء، هنا تغيير الهمزة حال الوقف لحمزة وهشام. فإذ لم يأتوا بالشهداء، فإذ لم يأتوا أيضا تبدل هذه الهمزة كما أبدلت في قوله تعالى المؤمنون والمؤمنات لورش وللسوسي عن أبي عمرو، لورش عن نافع وللسوسي عن أبي عمرو، ولحمزة أيضا حال الوقف. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله، فأولئك عند الله. كذلك أيضا بالشهداء الهمزة تطرفت هنا فقرئت بالتغيير والأوجه المعروفة لحمزة ولهشام. فأولئك عند الله هم الكاذبون. وبهذا نكون أتينا على ختام هذه الآيات، وعلى بركة الله تعالى نبدأ باستقبال المتصلين. وهنا في قوله تعالى بأربعة الشهداء، بأربعة الشهداء، فيقول الشاطبي رحمه الله تعالى مبينا بعض أو بينا أحكام الإدغام للسوسي، وللدال كلمة ترب سهل ذكى شهدا ضفا ثم زهد صدقه ظاهر جلا، ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فأعلمه وأعملا، وفي عشرها والطاء تضام تاؤها، وفي أحرف هذه في الصاد ألم تدخلا، وباللام راء وهي في الراي وأظهر، إذا فتحا بعد المسكن منزلا سواق. إذن هذه التاء هنا تضام في الشين. ونستقبل سيدي وليحي، تفضل. نعم تفضل سيدي. برواية من؟ ورش إن شاء الله تعالى، تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال لقد ظلمك سيدي، لا تنتبه، كنت تقرأ برواية ورش فتغلظ اللام. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، تنتبه. لقد ظلمك تغلظ اللام. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. بارك الله فيك ما شاء الله. شريفة تفضلي شريفة، مرحبا، تفضلي. نعم تفضلي. شريفة تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم
لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل بل هو خير لكم أو خير لكم إن كانت القراءة برواية قالوا بل هو خير لكم بل هو خير لكم أيوة بل هو خير لكم تقرأي بأي رواية لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم وشوفي عندك بل هو خير لكم بتفخيم الراء بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. بارك الله فيك يا شريفة، ما شاء الله تلاوة جيدة. ونستقبل متصل آخر. فايزة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. أقرأ برواية ورش. برواية ورش عن نافع، تفضلي. المقطع بعد منين؟ من قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. على الشاشة أمامك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. بارك الله فيك، بارك الله فيك، ما شاء الله تلاوة جيدة، الله يبارك فيك. سيد أحمد تفضل. هلا. مرحبا سيد أحمد تفضل. يعني صحاف صورة الناس برواية حفظ. تفضل. سورة المسد، سورة تفضل. سورة الناس. الناس تفضل، لا خلاف بين حفصين ونافعين، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. سيد أحمد قل أعوذ هكذا. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس
الناس. سيد أحمد تنتبه، الذي هكذا يبدأ. أيوة، من الجنة والناس. بارك الله فيك سيد أحمد، ونستقبل الشيخ المهدي. تفضل الشيخ المهدي، مرحبا. الله يحييك، مرحبا وأهلا، نعم الحال، بارك الله فيك، تفضل. بارك الله فيك، الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم كل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا فقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. شيخ المهدي، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. ما سمعت، ما تمتلك بسرعة. تقرأ برواية ورشة مالك. إن شاء الله. إن شاء الله. أيوة. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله كاذبون. بارك الله فيك شيخ المهدي، الله يحييك، تلاوة ما شاء الله جيدة. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. تفضل تفضل متصل معنا، تفضل. عليه بأربعة شهداء، القصر عليه هكذا. أمة الله، تفضلي، مرحبا. حياك الله. الله يحييك، مرحبا بك. أنا سحلات برواية خلف البزاع. تفضلي برواية خلف، تفضلي. نبدأ منين؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. نعم يا حياة، ننتهي أين؟ إن الذين ننتهي أين؟ نهاية الآيات تنتهي عند قوله تعالى فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، توقف عند فأولئك عند الله هم الكاذبون. نعم نعم. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم يا بل نعم لا تتبه لا تحسبوه لا تحسبوه لا تحسبوه خلف يقول لها تحسبوه انت تقراي بي تقراي خلف القاري او خلف الراوي نقرا بخلف العاشر دويتي مش خلف العاشر ايوه فاضل بالضبط نعم خلف العاشر ايوه زين ايوه نعم ايوه تفضلي تفضلي انا كنت اظن انك تقرأين بروايتي خلف عن حمزه نعم نعم ايوه تفضلي
بل هو خير لهم بل هو لكل خير لكم. نعم تفضل. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. بارك الله فيك يا حمد الله. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا تفضل توتو. مرحبا. برواية من؟ ورش. ورش إن شاء الله تعالى. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. شوية. لا تحسبوه شرا لكم بل هو شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله كاذبون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك ما شاء الله يا دكتور. بارك الله فيك. ونستقبل متصل آخر. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا وأهلا. أهلا. بأي رواية تقرأ يا محمد؟ تفضل. ورش. تفضل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم شرا لكم بالإدغام التام إدغام التنوين في اللام شرا لكم
ايوه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم بل هو خير لكم بل هو خير لكم. تنتبه يا محمد الإدغامي تنويني في الله. خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم ومن تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا بارك الله فيك يا محمد بارك الله فيك. ونستقبل متصلا آخر. تفضلوا خديجة تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شر. أيوه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. القراءة برواية ورشة خديجة تفضلي. انقطع الخط من مريم. خديجة تفضلي. مريم معكم. مريم مريم تفضلي. مرحبا. برواية ورشة إن شاء الله. برواية ورشة إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا غضب الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا إن الذين تزيد الغنى شوية يا مريم. إن هو تفضلي. إن الذين جاءوا بالإفك أكبد البدل الورش وتخطيناها قبل في التعليق لأنه يتكرر كثيرا وواضح بالتوسق نقرأه بالتوسق. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إثم مبين لولا جاءوا عليك بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء إذا أولئك عند الله هم الكاذبون. بارك الله فيك يا مريم. ونقل تحول القارئ الشيباني سيقرأ لنا تفضل موسى مكالمة الأخيرة نحت حول القارئ الشيباني الأستاذ مصطفى ليختم لنا بتلاوة بتلاوة آيات بقراءة حمزة من رواية خلف. تفضل موسى. نفس الربات آية من سورة المائدة. من سورة المائدة تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أفتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أيها الناس لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا يا موسى أعد القراءة أعد الآية أعد الآية من حيث بدأت. قل يا أيها الناس لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء بارك الله فيك موسى. القارئ الشيباني تقرأ لنا هذه الآية برواية خالف عن حمزة، وليس خالف عن العاشر بل الرواية، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. إذ سمعتموه أيضا لولا سمعتموه وأن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. بارك الله فيك. بارك الله فيك وأحسن التلاوة. الدال والتاء وإضغام ضنك واصل توم دره وإضغام ضنك واصل دره في التاء والدال وهذا من إذا نعم يتمشى زينب وصالة دلها سمية شمالي واصلة من توصل في إظهارها أشراد وما نسمها وأظهاري قوله واصل وجل وإضغام ضنكا واصل توم دره وإضغام
وانتهى الوقت أعزائي المشاهدين، وباسمكم أشكر القارئين القارئ أبو الأحمد والقارئ الشيباني والسيد المصطفى اللذين شاركا معنا في هذه الجلسة القرآنية، والشكر موصول إليكم ولفريق العمل في التصوير أحمد طالب وأحمد فال، والصوت عبد الله المحفوظ ما وخيطير، وفي الإرسال أميرة متفال، والإخراج محمد والطراح ومريم محمد. إلى أن يتجدد اللقاء بكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.